شكرا. بعد ما صححت نقول لك مرحبا بيك في الدوامة. الدوامة. ما الذي يحدث في النادي الإفريقي هو عنوان الحلقة الكل. مش نقسموه المحاور بين الإشكاليات، الديون، المشاكل، الحلول، وهل فعلا فما بوادر انفراج أزمة؟ مش وعود اليوم، اليوم باش نجاوب. واحد يساوي واحد، اثنين يساوي اثنين، فماش كلام. ونعطي وعود لجمهور النادي الإفريقي، مسؤولية كبيرة عليك سي سامي، وأيضا علينا نحن هوني في البرنامج. أول سؤال لهبيد اللي تحب تعرفه، سؤال قاعد يتعاود برش، حلقة خاصة هي اليوم، يعني حتى تقسيم الفقرات مش بش يكون موجود. أول سؤال، قديش قيمة ديون النادي الإفريقي لليوم؟ مليار قالوا 7 مليار و400، معناها الحساب راه ما يجيبش 7 مليار و400، الحساب ما نجمش يجيب 7 مليار و400 بور لا سامبل ريزون اللي راهو هذوما فيهم البرانسيبال وفيهم الانتيري، ثم وحيد فيهم انتيري 5%، ثم وحيد فيهم انتيري 18%، ثم وحيد فيهم انتيري 15%، وثم زاد لي فري دو بروسيدور، وثم بار لي فري دو بروسيدور ثم لي زاموند بيابل على فيفا. معناها كي باش نجمعوهم احنا الكل، هاو باش نعطيك انا توا معناها بالشيفر بالشيفر، معناها كي نمشيو احنا باللورو، عندك 1,857,564 هذوما باللورو، وعندك بالدولار لي زانتيري نتاعهم بالدولار زيدهم 45,000 فرون سويس، زيدهم 856,000 دولار، هذوما لي زانتيري يطلعوا في 624,695,520. من بعد باش تزيدهم انت لي فري دو بروسيدور اللي هما ثم 16000 فرون سويس، وباش تزيدهم 44000 فرون سويس. من بعد باش تمشي باش تلقى التوتال باللورو. استناني على دقيقه، ما سالتني باش نجاوبك انا باللي شيفر، ما نحب نفهم منك اي مثال باللي شيفر اكزاكت. معناها التوتال توا باللورو سي 2,654,863.48 هذوما معناها اجماليا بالاورو، هذايا معناها باللورو باش تزيدهم 45000 فرون سويس، اللي 45000 فرون سويس اللي هما نتاع يوان توزغار اللي فري دو بروسيدور اللي قام علينا على اساسهم في التاس وطلب الاسترجاع نتاعهم وحكم التاس اللي فايتو. وباش تلقى بالدولار 1,354,565.47 وباش تزيدهم انت لي زاموند بيابل على فيفا، سو سون دي زاموند اللي باش تحكم فيهم الفيفا على خاطر انت ما احترمتش القرارات النافذه نتاعها، اللي هما 121,000 فرون سويس. المجموع هذا الكل راوكي باش تبدلوا انت بالدينار باش يجيك في لي زونفيرون نتاع 12,524 حاجه هكا. معناها اذا انت باش تعمل الكونفرسيون. قلت لي فما شكون حسب ولقى 7 مليارات و400، شكون اخر في النادي الافريقي نجم يحسب غيره؟ لا ما لا، راي الاشكاليه في النادي الافريقي فما عباد تخدم في خدمه غيرها، معناها تبدا تحسب وحدها هكاك وفي بالها اللي هي تمتلك المعلومه وتمتلك الحقيقه المطلقه. اورك سامحني سي با فري، الاحكام هم موجودين نجموا نجدوهم بالحكم بالحكم رب. ونحسبوهم بالحكم بالحكم، وهاو الحساب موجود نجم نسميهم لك بالواحد بالواحد زاد روا واضح. عندك يمقا وسونغ، وعندك أدوانا فسي، عندك كلوب أتليتيكو مدريد، عندك فابريس أندما، أولمبيك دو مارسي، يوانتوس غار، كلوب أجاكسين هذا قديم هذا من 2013 الصيد، عندك ماركو سيموني، وندريا ليغوري، وعندك لوغان. هذوما راهو بخلاف اللي ثم اللي مازال ما تحكمش فيهم بالمنع. واضح. واللي المنع مازال ما هوش نافذ. هذوما فيهم أحكام وثابتين. هذوما المنع فيهم نافذ، والمنع هذا موجود على السيستم تي ام اس. واضح. شكرا لك سيد سامي المقدمي. أول سؤال هذا كان قبل الفاصل، من بعد شوي نحكيو على الإشكال مع البنك المركزي، شنو هو المشكل؟ وين وصلت الحكاية؟ نحكيو معاك أيضا هل النادي الإفريقي مخترق ولا هل هيئة النادي الإفريقي